أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة أخبار اليوم: تعويض أسر ضحايا مجزرة المعجلة في أبين بعد 8 سنوات من الحادثة. من الاشتراك نت: السجن 3 أيام والغرامة لمن يعبر عن فرحة بالرصاص في معافر تعز. وفي صحيفة الأيام: يدافعون عن الوطن ويموتون في طوابير البريد. وأخيرا من BBC: بريطانيا تحقق في اغتيال أشهر رسام عربي قتل قبل 30 عاما. أهلا بكم. في عنوان بارز لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني من محافظة تعز والتي انطلقت فيها حملة أمنية لملاحقة الإرهاب، عنوان الموقع: وحدات الجيش الوطني تداهم أوكارا إرهابية شرق مدينة تعز. قال الموقع إن وحدات من قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية بتعز داهمت أوكار عناصر إرهابية في سوق الصميل وحي الجمهوري شرق مدينة تعز. وأكد العقيد الركن منصور الحسين الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري أن مواجهة الإرهابيين ممن نفذوا أعمال الاغتيالات والاختلالات الأمنية ليست خيارا عسكريا فقط، وإنما خيار مجتمعي كامل يستلزم التعاون فيه أمنيا واستخباراتيا وإعلاميا وثقافيا ومعنويا. وأكد مصدر ميداني لسبتمبر نت أن اشتباكات اندلعت بين أبطال الجيش الوطني وعناصر مطلوبة أثناء مداهمة تلك الأوكار في شارع حوض الأشراف وتقاطع اليمنية ومداخل سوق الصميل. وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني قاموا بالانتشار في جميع تلك المناطق وسط ترحيب من الأوساط الشعبية بملاحقة المتسببين في أعمال الاغتيالات التي طالت أبطال الجيش الوطني. قال موقع عدن الغد في أحد عناوينه البارزة المتعلقة بالوضع الأمني المعقد في العاصمة المؤقتة: قوة من التحالف تعتقل قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري. قال مصدر أمني بعدن إن قوة تابعة للتحالف العربي اعتقلت مساء الثلاثاء قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري. وبحسب المصادر لصحيفة عدن الغد، فقد استدعى إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي حيث اعتقل عقب دخوله إلى هناك، ولم تتوفر معلومات وافية عن أسباب الاعتقال. هذا وقالت مصادر مقربة من الجوهري أنه ذهب وابنه إلى مقر التحالف حيث اعتقل وابنه قبل أن يطلق سراح ابنه لاحقا. من سيلتهم الآخر؟ يتساءل جمال حسن في مقاله المنشور في أكثر من موقع بينها الموقع بوست، ويحاول الإجابة. كل شيء في صنعاء يوحي بحدوث معركة وشيكة بين الحوثيين وشريكهم صالح. عملياً سيحدد الحوثيون زمن الحرب مهاجماً، بينما لا يوجد خيار لدى الرئيس السابق المحتمي بحرسه الخاص وحلفائه سوى الدفاع. لا تميل الحرب لتكهنات تحددها الآمال، بل إن الأكثر جاهزية واستعداداً هو الأقرب لتحقيق أهدافه. والسؤال: لماذا الحوثي لا تخيف أطروحة قيادات المؤتمر؟ إن شق الصف سيضعف جبهات الحرب الأخرى المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية. ولماذا يختار الحوثي هذا الوقت تحديداً لتصعيد غير قابل لنقطة العودة؟ فالواضح أن الحوثيين يعدون العدة لوضع صالح في كماشة، وهذا لا ينطوي على تخيلات دافعها المعتقد فقط، بل خفايا قد لا نعرف الكثير عنها إلا من باب التكهن. ومن وجهة نظري، فإن واحدة من الأسباب ظهور ملامح تسوية سياسية في أفق الصراع. يرى الحوثي أنها فرصة ليكون خلالها الممثل الوحيد لخارطة الشمال، وبصورة خاصة الخارطة القبلية التي تمثل جذور جغرافيته العقائدية. فهل سيكون صالح صيداً سهلاً بالنسبة لهم؟ ربما، إذا أخذنا الظروف التي ستختمر عليها معركة مرتقبة. وكما تحدث بعض ناشطي المؤتمر، قام الحوثيون بسحب بعض مجاميعهم من جبهات القتال إلى صنعاء. الجميع يدرك أن المعركة ستبدأ حتماً، لكن جميعنا نعرف أن الزمن سيختاره الأكثر تصعيداً. وصالح الذي اختار الحوثي حليفاً له للنيل من خصوم الأمس يبدو وحيداً للمرة الأولى في معركة حتمية. ومهما أكدت الحشود أن صالح يمتلك شعبية واسعة،
خصوصا في صنعاء، إلا أنها حشود يصفها الحوثيون بأنها كغثاء السيل، بمعنى لا تعكس جاهزية قتالية. وها هم يوقعون اتفاقية في المساء ويخرقونها نهار يوم آخر باعتداء على أحد المقربين من صالح. إنها كماشة يطوق بها الحوثيون صالح. في تقرير خاص بصحيفة الأيام ركزت فيه على رواتب العسكريين وعنونت: عسكريون يدافعون عن الوطن ويموتون في طوابير البريد. قالت الصحيفة: حقوق ضاعت وكرامة تبعثرت على أعتاب مكاتب بريد مدينة عدن التي كانت تطعم الجميع، فأصبح حال الساكن فيها طبقا للأيام أن يموت على أعتاب بوابة البريد جوعا وعطشا وكمدا، وهو ينتظر راتبا زهيدا لا يأتي، وربما يموت فردا أو جماعات إثر تفجير انتحاري. تنقل الصحيفة آراء أحد الجنود والذي قال: نعيش واقعا مؤلما في ظل وضع مزر نحن بين مطرقة غياب المعاش وسندان الموت المجهز من قبل الإرهاب. قال مصدر محلي لموقع المصدر أونلاين إن المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح خطفت 8 مدنيين في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. ذكر المصدر أن المدنيين المختطفين كانوا يعملون في بيع القات قبل أن يخطفهم الحوثيون ويفرضون حصارا على قريتهم ذي كالب بالمديرية. أضاف: الحوثيون اقتادوا المدنيين إلى سجن في مدينة رداع وفرضوا حصارا خانقا على أهالي المنطقة ومنعوا الأهالي من الذهاب للتسوق وقضاء احتياجاتهم العيدية، كما منعوا دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى المنطقة. رقصة علي صالح الأخيرة على رؤوس الثعابين. تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في أجزاء من المقال: رأى الحوثيون في التحالف مع صالح فرصة ذهبية لهم بحكم امتلاك الرئيس السابق ترسانة عسكرية كبيرة شكلها طيلة 33 عاما، هي فترة حكمه لليمن وتمددها في معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وبالفعل استفاد الحوثيون من قوات صالح المؤهلة تدريبا وتسليحا للاستيلاء على محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء وتمددهم بعد ذلك إلى عدن بفضل دعم قوات الأمن المركزي التابعة لصالح ومساندتها. ومن المؤكد أنه لولا قوات صالح في تلك الغزوات التي قام بها الحوثيون لما استطاعوا التمدد في مختلف المحافظات. ومن المؤكد أيضا أن تدخل القوات العربية بقيادة السعودية لدعم الشرعية اليمنية ضد الإنقلابيين ساهم إلى حد كبير في إضعاف الترسانة العسكرية لصالح، كما أن دعم إيران للحوثيين بالأسلحة ربما جعلهم يشعرون الآن بأن باستطاعتهم الدخول في مواجهة مباشرة مع صالح وتوجيه ضربات انتقامية منه للثأر لقتله مؤسس الحركة حسين بدر الدين الحوثي في واحدة من تلك الحروب الست. ولعل أحد مؤشرات تراجع قوة صالح العسكرية يمكن استنباطها من النداء الذي وجهه الكاتب علي البخيتي المقرب حاليا من صالح، والذي دعا إلى النفير العام لحزب المؤتمر الشعبي العام مطالبا علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي بالوقوف إلى جانب صالح ضد الحوثيين. وربما شعر الحوثيون بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يريد طعنهم في الظهر وفق تعبيرهم بحدوث تفاهمات بينه وبين عناصر من السلطة الشرعية الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي وشاركوا صالح السلطة لعقود عدة. وأراد الحوثيون بتفجيرهم الموقف قطع الطريق أمام هذه المحاولات. وبغض النظر عن صحة هذه الافتراضات أو عدمها، فالأمر المحتمل هو أن علي عبد الله صالح قد يفشل هذه المرة في الرقص على رؤوس الثعابين، لأن الموسيقى لم تعد يمنية خالصة. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ونبدأ من أبين. أبين: بدء تعويض أسر ضحايا مجزرة المعجلة بعد 8 سنوات من الحادثة. وعنوان من الحديدة: أمهات المختطفين يتظاهرن أمام مبنى الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن. ومن مارب: المحافظ العرادة يعود إلى مارب بعد عدة أشهر من الغياب.
أصدر مدير عام مديرية المعافر في تعز عادل المشمر تعميما للمواطنين بشأن منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات العيدية التي باتت تمثل إحدى مشاكل القتل وإقلاق السكينة العامة. وأوضح التعميم الذي تلقى الاشتراكيين نسخة منه أن آلية تنفيذ القرار من قبل الجهات الرسمية والشعبية، محددا الإجراءات المترتبة على كل المخالفين بالحبس التأديبي مدة لا تقل عن 3 أيام، ودفع غرامة مالية محددة بمبلغ وقدره 100,000 ريال لصالح المديرية على أن يحرر بها سند رسمي. ووجه إدارة أمن المديرية بضبط كل من يخالف هذا القرار، محملا المخالفين المسؤولية الكاملة عن حدوث أي إصابات مباشرة أو غير مباشرة. يتابع الموقع: لاقت الخطوة ترحيبا من أهالي المديرية لما باتت تمثله ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية من مشاكل تصل حد القتل. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. هذا العام وربما الذي قبله تبدو الفرحة ناقصة في صنعاء بحسب ما قالته صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت: مر أكثر من 10 أشهر من دون أن يتقاضى الموظفون الحكوميون رواتبهم، إضافة إلى توقف الأعمال جراء الحرب، ولا يجد الأهالي ما يقدمونه لأطفالهم في العيد الكبير كما يسميه اليمنيون. ولمواجهة هذه الحاجة تعمل بعض المبادرات الشبابية على توفير ما تيسر من ملابس من خلال إقناع بعض المحال التجارية التبرع بها وتوزيعها على الأسر الفقيرة. مبادرة Together في صنعاء تعمل حاليا على توفير ملابس العيد لعائلات فقيرة ورغم الصعوبات والمعوقات. البداية كانت من خلال مسح ميداني موسع للأسر المستهدفة في منطقة شملان الواقعة غرب مدينة صنعاء، ثم الذهاب لبعض المحال التجارية لطلب الملابس. لكن تجاوب التجار هذا الموسم بسيط جدا كما كان متوقعا في ظل ظروف الحرب، في ظل الظروف الصعبة التي تؤثر على الجميع. أما صحيفة الخليج فقد تحدثت عن كارثة طبيعية في محافظة لحج وقالت: أودت السيول في منطقة المقاطرة بمحافظة لحج بحياة 18 وإصابة العشرات، فيما جرفت أراض زراعية وهدمت أو جرفت أراض زراعية وهدمت عدد من المنازل. وبحسب أهال من المنطقة المنكوبة فإن سيولا قوية ضربت المنطقة بعد أمطار غزيرة وجرفت عددا من المنازل والسيارات والشاحنات ومساحات من الأراضي الزراعية. قبل ما يزيد عن 5 سنوات، في 19 من أيار مايو 2012 تحديدا، نقلت وكالة رويترز عن قمة رؤساء دول مجموعة الدول الصناعية الثمان. كانت روسيا آنذاك تدعى للاشتراك في لقاءات مجموعة الدول السبع المنعقدة في كامب ديفيد، حيث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أكد لزملائه أنه يؤيد حلا للنزاع السوري يستوحى من النموذج اليمني. هكذا بدأ اللبناني جابير الأشقر مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا في أجزاء من المقال: تذكرنا اليوم خرافة ضرب الحل اليمني مثالا عن التسوية الناجحة بتلك الأيام السابقة لاندلاع حرب لبنان في عام 1975، عندما كانت الصيغة اللبنانية تضرب مثالاً عن التعايش السلمي الأنيس بين الطوائف، والحال أن المرأة لم يكن بحاجة إلى قدرة خارقة على التنجيم لإدراك حتمية انهيار الحل اليمني المبني على قبول علي عبد الله صالح بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية، وهو يحتفظ بكل مناصب السلطة الأخرى التي كانت بين يديه. وقد كان محتماً أن المخلوع سوف ينتظر أول فرصة يستطيع من خلالها السطو مجدداً على حكم البلاد المركزي، حتى لو كلف الأمر تدمير البلاد بأسرها شعباً وتراباً، ولو قامت إدارة أوباما بالوقوف بحزم إلى جانب المعارضة السورية الرسمية. المجلس الوطني في عام 2012 لا أفلحت ربما في تكرار الحل اليمني في سوريا، لكن ما ألا ذلك كان سوف يكون حتمياً انهيار الحل المذكور بعد حين، وإعادة سقوط البلاد في جحيم الحرب على غرار ما حصل في اليمن.
فإن آل الأسد كانوا سيترصدون أول فرصة سانحة للانقضاض مجدداً على الحكم المركزي على غرار ما فعله آل صالح في اليمن وبقوة أعظم، إذ أن سيطرة آل الأسد على القوات المسلحة السورية أكمل مما كانت عليه سيطرة آل صالح على القوات المسلحة اليمنية. بعد مرور 30 عاماً على مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي، تفتح الشرطة البريطانية التحقيق في مقتله من جديد وفقاً لموقع شبكة البي بي سي والتي أضافت. كان العلي رسام كاريكاتير سياسي لصحيفة القبس الكويتية، وأثناء توجهه إلى مكتب الصحيفة غرب لندن في 22 يوليو تموز عام 1987 تعرض لهجوم وأطلق عليه عيار ناري أصاب عنقه. وتريد قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية الحصول على معلومات عن الرجل الذي كان يحمل سلاحا وآخر شوهد يقود سيارة مغادرا موقع الحادث. وتعد رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية نقدا لاذعا للواقع الفلسطيني الذي كان قائما آنذاك، وكان بعضهم يرى فيها انتقادا للنظام الفلسطيني، ما وضع حياة العلي موضع تهديد إذ تلقى عددا من التهديدات بالقتل في السنوات التي سبقت مقتله. وقال القائد دين هيدن رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية: القتل الوحشي لناجي العلي تسبب بدمار عائلته، وعلى الرغم من مرور 30 عاما ما يزال أفراد أسرته يشعرون بالخسارة الفادحة. وأضاف: يمكن أن يتغير الكثير في 30 عاما، فمن الممكن أن تتغير الولاءات، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لم يكونوا على استعداد للتحدث فيما مضى ربما يبدون اليوم استعدادا لتقديم معلومات حاسمة. انسحب لأن الشخصية أسيوية. ممثل أمريكي يتخلى عن بطولة فيلم هيل بوي بسبب التبييض، عنوان لموقع هاف بوست والذي قال في التفاصيل: انسحب الممثل الإنجليزي أتسي كريم من بطولة فيلم هيل بوي بعد احتجاجه على تفاصيل تتعلق بعرقية ولون الشخصية التي سيلعبها. انسحب سيكريم من الفيلم نظرا لأن الدور الذي سيلعبه يعود في الأصل إلى شخصية ذات خلفية وملامح أسيوية كما كانت تظهر في المجلات المصورة. وتتهم هوليوود دائما بمحاولة إبراز الممثلين أصحاب البشرة البيضاء في الأعمال الفنية، حتى لو كانت قصة الفيلم تعود في السيناريو والمصادر الأصلية إلى عرقيات أخرى، وتعرف هذه الظاهرة في الإعلام الأمريكي بالتبييض. جاء في خطاب سيكرين الذي قال: لقد وافقت على الدور دون معرفة أن الشخصية الأصلية في المجلات المصورة تعود أصولها إلى خلفية أسيوية، وتمثيل هذه الشخصية في سياقها الثقافي الصحيح يحمل أهمية كبيرة للناس. صحيفة البيان قالت بأن السماء تمطر ألماسا في كوكب أورانوس، وأضافت في التفاصيل: إنه شيء طالما اشتبه فيه العلماء لفترة طويلة، لكنهم لم يحملوا تأكيدا عليه يتعلق بأمطار من الألماس الصلب على وجه الدقة، وذلك بمحيط وأعماق كوكب أورانوس. والآن يعتقد باحثون بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا الأمريكية أن كمية ضخمة من الألماس، ربما ملايين القيراطات، تغرق فعليا في محيط كوكب أورانوس. والسبب في هذا الاعتقاد الجديد يتعلق بتجربة لمحاكاة الظروف على الكوكب ذي الغازات الجليدية مثل أورانوس ونبتون بدرجة أقل. فقد لاحظ العلماء عقب هذه التجربة ظاهرة المطر الألماس الذي يتشكل في ظروف ضغط عال عندما يعمل تفاعل عنصري الهيدروجين والكربون على توليد ذرات الألماس. وفي التجربة كان العلماء قادرين على رؤية أن كل ذرة كربون كانت تندمج مع الهيدروجين مشكلة هياكل ألماس صغيرة تصل بضعة نانومترات. ويعتقد الباحثون أيضا أنه من الممكن وعلى مدى آلاف السنين أن الألماس المتشكل كان يغرق ببطء في طبقات الجليد بالكوكب ليجتمع في طبقة سميكة حول نواة الكوكب. وزير خارجية ألمانيا ومستشارها الأسبق يوشكا فيشر كتب مقالا أعادت الغد نشره تحت عنوان الخطر النووي الجديد، شرح فيه المخاطر التي ينتظرها العالم اليوم. وقال: ولدت في العام 1948
وفي ذلك الحين كان خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة نووية جزءا حقيقيا للغاية من طفولتي. وظل ذلك التهديد، أو على الأقل التهديد المتمثل في دمار كل من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، قائما حتى نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي. منذ ذلك الحين تقلص إلى حد كبير خطر تسبب القوى العظمى المسلحة نوويا في إشعال حرب فناء، حتى وإن لم يختفي ذلك الخطر تماما. واليوم يتمثل الخطر الأعظم في محاولة عدد متزايد من الدول الأصغر حجما والتي تحكمها أنظمة غير مستقرة أو ديكتاتورية الحصول على أسلحة نووية. فبتحولها إلى قوى نووية تستطيع مثل هذه الأنظمة ضمان بقائها وتعزيز مصالحها الجيوسياسية المحلية أو الإقليمية، بل وحتى تبني أجندة توسعية. كما يظهر الوضع الحالي في كوريا الشمالية قد يفرض تحويل شرق آسيا أو الخليج الفارسي إلى منطقة نووية تهديداً مباشراً للسلام العالمي. فربما تفضي حرب وقائية بقيادة الولايات المتحدة على شبه الجزيرة الكورية على سبيل المثال إلى مواجهة مباشرة مع الصين وتدمير كوريا الجنوبية، كما سيترتب عليها عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لليابان. ولأن مثلث الصين، كوريا الجنوبية، اليابان أصبح مركز القوة الجديد للاقتصاد العالمي في القرن 21، فلن يستثنى أي بلد من التداعيات الاقتصادية. وحتى إذا استمرت الولايات المتحدة في التلميح إلى إمكانية الحرب، فإن القادة العسكريين في أمريكا يعلمون أن استخدام القوة العسكرية ليس خياراً قابلاً للتطبيق نظراً لتكاليفها الباهظة ومخاطرها الجسيمة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة من الصور من صحيفة الديلي تيليغراف لأبرز أحداث اليوم في مختلف أنحاء العالم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.